أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هي صفة جلوس النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين أصحابه وعند أكله؟ جلوسه بين أصحابه يجلس كواحد منهم، حتى إن الذي لا يعرفه إذا جاء يسأل عنه، لأنه لا يتميز عن أصحابه صلى الله عليه وسلم، فيجلس كما يجلسون ولا يختص بشيء دونه. والجلوس على الأكل مثل ما مر بكم، يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى. نعم.